ورش كلهم ورا بعض، يعني مثلا حوالي بتاع 150 ورشه. اللي حضرتك الحداد والتعازيت وال تمام يا فندم. يعني مثلا بنيجي لحالي بتاع 50 ورشه. سلام عليكم. يا مرحبا. سلام عليكم. بتاع 50 ورشه مثلا. هتدفعوا كام؟ الايجار؟ الايجار هنا عامل 1000 جنيه. اللي هو المحل الصغير. اللي هو حضرتك اللي هو بتاعنا. سيادتك من ساعة ما حضرتك مسكت البلد بصراحة بسم الله ما شاء الله على البلد بصراحة. استمنوا فيها لا حته تانية خالص بقى بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك.